خلال وقائع هذه المائدة المستديرة سأباشر طرح عدد من الحيوي قطاع مركزي في الاقتصاد المغربي وقطاع أغلبية ما وربما ما شفناش حكومات من قبل كتهم اللي كتهم كل محاور هي في طور التمزيل ولا في طور التحضير. فيما يخص اليوتيس في 2009 واليوم هي في النسخة ديالها الثانية منذ 2000 وواحد النظرة ديال الفلاحة ولا ديال البيجو. اليوم ديال الدرهم مشروع واحد كاين انتقال كاين جاذبية كاين دول ديال العالم كامل من الصين الى السادة الأمناء العامون السادة الرؤساء. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.